الأحاديث التي جاءت في وصف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل له تدل بمجملها على أنه عليه الصلاة والسلام عانى معاناة شديدة لما نزل به عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تحضر له قدحا من ماء فكان يغط فيه أصابعه الشريفة ثم يبلل وجهه ويقول إن للموت لسكرات، اللهم هون، وفي بعض الروايات اللهم سهل علي سكرات الموت. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها والله لا أغبط بهون الموت أحدا بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى عللا وأسبابا في ذلك، من أهمها أنه ليست ذنوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكفر عنه ما حصل، وإنما المقصود رفعة في درجاته وعلو في منزلته عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن من مكفرات الذنوب ما يحصل للعبد حال نزول الموت به وما يحصل له من السكرة ومن الشدة التي تنزل به. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا من مكفرات الذنوب، مما يكفر الله جل وعلا به عن العبد ذنوبه، لكن ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، فهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيه رفعة له وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام، ولأمور الله أعلم بها، يعني قد يعلمها الناس قد يستنبطونها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث في حال وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أصيب بمصيبة كما جاء في بعض الأحاديث فليتعز به، يعني من أصيب بفقد أحد حبيب له أو من أقاربه أو من أهله أقرب فليتذكر مصيبة الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.